هذا المجسم حق مدينة المعرفة. أكيد إن شاء الله حيجينا واحد من الشباب عشان يشرح لنا، منتظرين أي واحد يجي عشان يشرح. طبعا إحنا اليوم نكلمكم عن التجهيزات ما قبل الافتتاح. إلى الآن ما تم افتتاح المعرض ولا الملتقى بشكل كامل، إحنا الآن بصور لكم كالعادة ما قبل الافتتاح. فهذه اللقطات كلها زي ما أنتم شايفين ما قبل الافتتاح. إن شاء الله أول ما يفتتح المعرض حنعطيكم تفاصيل أكثر، لكن إحنا الآن زي ما قلنا لكم إحنا الآن ما قبل الافتتاح. عندكم هنا مبادرة الحجر الأسود الافتراضي، طبعا إن شاء الله بعد العشاء حنأخذ معهم لقاء وتصوير راح يتكلموا فيه عن هالمبادرة. طبعا هالمبادرة هي عن وصف الحجر الأسود والتعايش معه بتقنية الفي آر. إن شاء الله بعد العشاء حيكون لنا لقاء معهم وحنشوف تجربة واقعية للنظارة وش الخدمة المقدمة. طبعا عندكم هنا شركة المطارات مع شركة بن لادن. طبعا زي ما قلت لكم يعني الى الان تشوفوا بعض الاركان فاضي، ليش؟ لان احنا الان نتكلم معاكم ما قبل الافتتاح. قريبا ان شاء الله حنطلع لكم بمحتوى ممتاز. خلوكم معنا اليوم، اي ركن يجلس معنا اليوم مباشرة حنيجي عندهم نصوركم ان شاء الله. هنا عندكم طيب الاستثمار معروفين. منتظرين بس الأركان تكتمل ونأخذ معاهم واحد واحد لقاءات تعريفية. هنا عندكم وادي الطيبة غنيين عن التعريف.